بسم الله. دلوقتي لو انت عايز تبدأ تشتغل على النفس وركس فمحتاج ملفات الشغل. هو بداية بيقبل امتداد بتاعت الريفت وملفات الاوتوكاد وملفات الراينو وملفات الاس اي تي والاس تي اي بي والان اكس والجي تي والاف بي اكس والاي اف سي. تقريبا يعني ما فيش برنامج مش تقدر تاخد منه الحاجة اللي انت عايزها، بالذات ان كلهم بيصدروا مثلا الاي اف سي، كلهم بيصدروا الدي اكس اف، زائد ان اغلب الامتدادات موجوده ما فيش اي مشاكل خالص. لما بتسطبه هو بيسطب نفسه جوه برنامج ريفت جوه الاوتوكاد. يعني هتيجي هنا مثلا هتلاقي في الادنس، هتلاقي اكسترنال تولز تقدر ان انت تصدر الشغل بتاعك لنفس وركس، بيصدروا ان دبليو سي وكذلك في الاوتوكاد. لو انت كنت بتسطب نفس وركس وبعد كده سطبت الريفت او الاوتوكاد فانت سهل ان انت تسطبه من خلال ان انت بتدخل على موقع اوتوديسك، هتلاقي اوتوديسك نفس وركس ان دبليو سي اكسبورت، تقدر تصدر شغلك تمام للبرنامج. في برضو ملفات بتيجي معاه جاهزه تمام، هتلاقي هنا عندك في الاوبن سيمبل فايلز، بتلاقي بعض المشاريع موجوده 1 2 3 4 5 6 7، 7 مشاريع تقدر اي واحد فيهم تفتحه اهوت اوبن وتبدا تتعامل معاه وتشتغل بيه بدون اي مشاكل خالص. ده كده فتح ملف ال NWF تمام. تقدر مثلا تلغي دوت وتلغي دوت، ولو انت عايز تظهرهم هتيجي من تولز تقدر تظهرهم من هنا من فيو ويندو، هتلاقي كل الويندو تقدر تفتح اللي انت عايزه، مجرد تدوس على اللي انت عايزه هنا هيبدأ يظهر معاك. من قائمة هوم تقدر تتصفح الملف زي ما انت عايز، تقدر تعمل سيلكت على العنصر اللي انت عايزها، ممكن تقول له سيلكت وتبدأ تعمل سيلكت على اللي انت عايزه، كنترول تقدر تقول له هايد ان سيلكت وتظهر بس اللي انت عامله سيلكت، وممكن تقول له ان هايد اول، ممكن تدور على اي عناصر انت عايزها من الفايند ايتم، ممكن تقول له انا عايز سيلكشن تري تظهر لك القائمة دي، تبدأ تشوف المشاريع تختار اللي انت عايزه تمام. زي ما انت شايف ده عبارة عن مدينة كاملة، فهو مقسمهم ويست ونورث وايست وساوث وسنتر تمام. اهو تقدر اي واحد فيهم تعمل عليه سيلكت وتقول له مثلا لا انا عايز اشوف مثلا هايد للحاجات ديت فيخفي لك العناصر ديت. تقدر تعمل فيو بوينت تحتفظ باكتر من لقطة بحيث تقدر في اي لحظة تجيب اللقطة اللي انت عايزها بالشكل دوت. تقدر تعمل فيديو بحط كذا لقطة في نفس الملف وبعد كده تبدأ تشغله، فهو بيبدأ يتنقل من لقطة للقطة بالشكل دوت. تقدر تعمل انيبل سيلكشن بحيث ان انت تشوف اجزاء من المبنى، بس خلينا نوقف اللقطة ديت. زي ما شايف الحدود بتاعت القطع بدأت تظهر معاك اهيت، تقدر تقول له انا عايز اشوفها كبوكس وتقدر تتحكم في البوكس دوت اهوت. تقدر تقول له انا عايز احدد السايز بتاع البوكس، تقدر تغير الارقام دي، تعمل روتيشن للبوكس، تعمل بوزيشن للبوكس. يعني ممكن مثلا السايز ده هخليه مثلا 250 250 وده برضه 250، فبيغير لك مثلا البوكس والزاوية. الروتيشن تقدر تقول مثلا تخليها 50 بدل 0 فيعمل لك يلف. البوزيشن تقدر تتحكم في البوزيشن بتاع السكشن بوكس دوت، تعمل روتيشن بالشكل دوت. فهتلاقي الموضوع ظريف وبسيط، وفي السلكشن يبدأ يظهر لك الشغل كله زي ما انت شايف.